السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي مدرسة الحروق الخاص، معكم مستر خالد. إن شاء الله النهاردة هناخد درس في الترم الثاني في منهج شهر أبريل اسمه المثلث في فرع الهندسة. المثلث هندسة. المثلث أول حاجة عندي مجموع قياسات زوايا المثلث نظرية واحد. النظرية دي بتقول ايه؟ مجموع قياسات الزوايا الداخلة للمثلث تساوي 180 درجة. يعني ايه؟ يعني انا عندي مثلث كده مثلا اسمه ألف ب ج، قياس الزاوية دي زائد قياس الزاوية دي زائد قياس الزاوية دي لازم يكون 180 درجة. يعني هنفترض مثلا الزاوية دي قياسها 50 درجة، والزاوية دي مثلا قياسها 60 درجة. 50 و 60 110، نطرحهم من ال 180، يبقى الزاوية دي قياسها هيكون كام؟ 70 درجة. يبقى لما نجمع 50 زائد 60 زائد 70 هيدي لنا 180 درجة. الآلة الحاسبة معانا اهي، هقول ايه؟ 50 زائد 60 زائد 70 هيدي لنا 180 درجة. يبقى لو انا عندي مثلث تاني مثلا الزاوية دي قياسها 40 درجة والزاوية دي قياسها 60 درجة، 40 زائد 60 100، يبقى دي قياسها هيكون 80 درجة. لازم ليه؟ لأن أنا لما أقول 180 هطرح منها ال 40 وأطرح منها كمان ال 60، الناتج هيدي لي 80 درجة. يبقى لما أجمع الثلاثة دول هيديني 180 درجة. في عندي الزاوية الخارجة للمثلث. تعريف مهم جدا. الزاوية الخارجة للمثلث دي مهمة جدا. ايه هي الزاوية الخارجة للمثلث؟ هي الزاوية الخارجة عند اي رأس من رؤوسه. الزاوية الخارجة عند اي رأس من رؤوسه. الناتجة من امتداد أحد ضلعين أحد أضلاع المثلث مع الضلع المجاور له. يعني إيه؟ يعني مثلا أنا عندي مثلث كده اسمه أ ب ج. طيب لو مديت الجيم ده كده وسميت النقطة دي د، يبقى الزاوية دي اسمها أ ج د. أ ج د زاوية خارجة، وهي زاوية ناتجة من امتداد أحد أضلاع المثلث مع الضلع المجاور له مباشرة. طب هل في زاوية خارجة تاني؟ في ثلاث زوايا خارجة عند كل رأس من الرؤوس. طيب لو أنا مديت ده كده، دي كده زاوية خارجة، يبقى عند كل رأس زاويتين خارجتين. طب وهنا في زاوية خارجة وهنا أيضا زاوية خارجة وهكذا. يبقى قياس الزاوية الخارجة دي مهمة جدا بقى، قياس الزاوية الخارجة عند أي رأس من رؤوس مثلث. بيساوي قياس الزاويتين الداخلتين على قياس الزاوية المجاورة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لو عندي مثلث كده اسمه أ ب ج، وده كده شعاع، هسمي النقطة دي د. قياس الزاوية أ ب د قياس زاوية
ألف ب د علامة الزاوية أهي بيساوي قياس، في عندي ثلاث زوايا داخلة في المثلث، بيساوي مجموع قياسي الزاويتين الداخلتين ما عدا المجاورة، دي لأ ممنوع، يبقى بيساوي قياس زاوية ألف زائد قياس زاوية جيم. يبقى قياس الزاوية الخارجة عند أي رأس من رؤوس المثلث يساوي قياس الزاويتين الداخلتين عدا المجاورة لها. هقلب الصفحة وأرجع لكم. هناخد حاجة كده زي إيه؟ زي تمرين صغير أو مثال مثلا، مثال صغير كده بيوضح لنا إيه الزاوية الخارجة دي. لو أنا عندي مثلث كده اسمه ألف أو سميه بقى سين صاد عين وله شعاع امتداد صاد عين، هسمي ده لام. الزاوية الخارجة دي اسمها سين عين لام. قياس زاوية سين عين لام أنا عارف إن هو بيساوي قياس زاوية إيه؟ سين عين لام اللي هي الخارجة، بيساوي قياس زاوية سين زائد قياس زاوية صاد، قياس زاوية سين زائد قياس زاوية صاد. طيب ماشي، لو جه قال لي في مثال زي ده الزاوية اللي بره دي 130 درجة وقياس زاوية صاد 70 درجة وسين بيقول لي أوجد قياس زاوية سين، أقول له إيه؟ قياس زاوية سين هيساوي ال130 هطرح منها ال70 هيساوي 60 درجة، يبقى الزاوية دي 60. ده تمرين خفيف كده بيوضح لنا ايه الزاوية الخارجة، لأن أنا لما أجمع في 60 70 زائد 60 هيديني 130 اللي هي الزاوية الخارجة. طيب في عندي ملحوظة هامة جدا، بيقول لي إذا ساوت زاويتين من مثلث زاويتين من مثلث آخر في القياس كان قياس الزاوية الثالثة من المثلث الأول مساويا لقياس الزاوية الثالثة من المثلث الآخر. إذا ساوت زاويتين من مثلث زاويتين من مثلث آخر فإن قياس الزاوية الثالثة من المثلث الأول يساوي قياس الزاوية الثالثة من المثلث الثاني أو الآخر. يعني إيه؟ يعني أنا عندي مثلا هوضح دي هنا، عندي مثلث أهو وفي مثلث تاني أهو، مش شرط حجم المثلث عادي، مش شرط، يعني أنا شايف إن ده حجمه كبير وده حجمه صغير شوية مفيش مشاكل عادي. الزاوية دي قياسها 50 درجة ودي قياسها 50 درجة زيها، والزاوية دي قياسها 80 درجة ودي قياسها 80 درجة زيها. يبقى هنا النظرية أو الملحوظة الهامة جدا دي بتقول إيه؟ إذا ساوت زاويتين من مثلث أهم الزاويتين دول زاويتين من مثلث آخر أهم الزاويتين دول المثلث التاني في القياس، فإن الزاوية الثالثة من المثلث الأول اللي هي دي بتساوي قياس الزاوية الثالثة من المثلث الثاني اللي هي دي. لذلك أنا لو قلت 50 و80 130، 130 هطرحها من 180 يبقى الزاوية دي كمان هتدي لي 50 درجة. طب وهنا 50 و80 130 هطرحها من 180 هيديني أيضا دي 50 درجة، يبقى التالتة بتساوي التالتة. خلاص دي ملحوظة مهمة جدا جدا جدا. في ملاحظات تانية، الملاحظات دي مهمة في الامتحان ممكن تجي لنا اختياري. أول ملحوظة بيقول لي إذا ساوى أو إذا كان مجموع قياسي زاويتين في مثلث يساوي قياس الزاوية الثالثة فإن هذا
المثلث يكون قائم الزاوية. أهو أنا حاطط تحتها 100 خط أهو أهو، لأن هذا المثلث يكون إيه؟ قائم الزاوية. يعني أنا لو عندي مثلث كده اسمه س ص عين، بيقول لي إذا كان مجموع قياسي زاويتين في مثلث، يعني الزاوية س والزاوية عين هجمعهم هما الاتنين، وليكن الزاوية دي 30، الزاوية دي 30 درجة والزاوية دي 60 درجة، دي 30 ودي 60. إذا كان مجموع قياسي زاويتين في مثلث يساوي قياس الزاوية الثالثة، طبعا 30 زائد 60 هيبقى 90، هطرحها على 180 يبقى الزاوية دي هتطلع 90 درجة. إذا كان مجموع قياسي زاويتين في مثلث يساوي قياس الزاوية الثالثة، فإن هذا المثلث يكون قائم الزاوية. 2 بيساوي واحدة، يبقى الاثنين دول مجموعهم 90 والثالثة أكيد هيكون مجموعها 90، وبالتالي المثلث يكون إيه؟ قائم الزاوية. هل الصح وأرجع لكم؟ الملحوظة الثانية بيقول لي إذا كان مجموع قياسي زاويتين في مثلث أقل من قياس الزاوية الثالثة فإن هذا المثلث يكون منفرج الزاوية. يعني إيه؟ نوضحها كده. بيقول لي مجموع قياسي زاويتين أهو، أدي المثلث أهو، ألف ب ج، مجموع قياسي زاويتين في المثلث، الزاوية ألف زائد قياس الزاوية ج، وليكن الزاوية ألف دي قياسها 30 درجة، والزاوية ج الزاوية دي قياسها 50 درجة. 30 زائد 50 80، هنطرحهم من ال 180 هيتبقى لي دي قياسها 100 درجة. يبقى أنا عندي مجموع قياسي زاويتين أقل من قياس الزاوية التالتة، التالتة لوحدها 100، التالتة لوحدها 100، والاتنين دول أقل من ال 100 مع بعض هما الاتنين، يبقى هذا المثلث يكون منفرج الزاوية. يبقى فعلا الزاوية دي أكبر من ال 90، يبقى المثلث منفرج الزاوية، أو الزاوية الثالثة تكون منفرجة. رقم 3، إذا كان مجموع نفس ده بالظبط، بس هغير، إذا كان مجموع قياسي زاويتين في مثلث أقل، مش أقل بقى هخليها أكبر، إذا كان مجموع قياسي زاويتين في مثلث أكبر من قياس الزاوية الثالثة فإن هذا المثلث يكون حاد الزوايا، أو الزاوية الثالثة تكون منفرجة، الزاوية الثالثة تكون حادة. إذا كان مجموع قياسي زاويتين في مثلث أقل، لا هخلي دي أكبر من قياس الزاوية الثالثة، إذا كان مجموع قياسي زاويتين في مثلث أكبر من قياس الزاوية الثالثة فإن الزاوية الثالثة تكون حادة، لأن الزاوية الثالثة تكون حادة أهو. يعني أنا عندي الزاوية دي ودي ودي، التلات زوايا دول غير متساويين طبعا، مش شرط إن أنا أعمل نفس الدوائر هنا، أنا هقول الزاوية دي قياسها مثلا 70 ودي 60، 70 درجة و60 درجة. طيب مجموع الاثنين دول إذا كان مجموع قياسي زاويتين في المثلث أكبر من قياس الزاوية التالتة هيكون أكبر من دي، دي اللي هتبقى كام بقى؟ اللي هتبقى 50 درجة، فإن الزاوية الثالثة تكون حادة. إذا كان مجموع قياسي زاويتين في المثلث أكبر من قياس الزاوية الثالثة فإن الزاوية الثالثة تكون حادة، أو إذا كان مجموع قياسي زاويتين في المثلث أكبر من 90، أكبر من 90 فإن الزاوية الثالثة تكون حادة. هناخد شوية تمارين اختياري. رقم 1،
بيقول يحتوي المثلث على زاويتين نقط على الأقل، يحتوي المثلث على زاويتين نقط على الأقل. ألف ب ج د، حدتين منفرجتين، حادتين منفرجتين، قائمتين منعكستين. يحتوي المثلث على زاويتين نقط على الأقل، زاويتين، حدتين، طبعا حدتين على الأقل لازم، ما ينفعش منفرجتين لأن الزاوية المنفرجة قياسها أكبر من 90. ما ينفعش مثلث يبقى فيه زاوية أكبر من 90 وزاوية تانية أكبر من 90، لأن المثلث كله على بعضه التلات زوايا مجموعهم 180. ما ينفعش قائمتين، لأن لو في واحدة قائمة وواحدة قائمة 90 زائد 90 180، طب والزاوية التالتة فين؟ فمش هينفع. منعكستين طبعا غلط خالص. يبقى يحتوي المثلث على زاويتين حادتين على الأقل، ممكن يكون فيه ثلاث زوايا حادة، ممكن يكون فيه ثلاث زوايا حادة زي ده كده، بس لازم على الأقل يكون فيه إيه؟ زاويتين حادتين. نشوف مثال رقم 2. مجموع قياسات زوايا المثلث الداخلة يساوي مجموع قياسات زوايا المثلث الداخلة يساوي قياس نقط ألف ب ج د. الاختيارات ايه بقى؟ زاوية قائمة، زاوية مستقيمة، زاوية حادة، زاوية منعكسة. مجموع قياسات زوايا المثلث الداخلة يساوي قياس ايه؟ أكيد زاوية مستقيمة، لأن الزاوية المستقيمة قياسها 180 درجة، ومجموع قياسات الزوايا الداخلة للمثلث يساوي 180 درجة. زاوية قائمة لا طبعا دي 90، لكن مجموع الزوايا الداخلة للمثلث 180. حادة لا برضو، منعكسة لا، هي الإجابة زاوية مستقيمة. هقلب الورقة وأرجع لكم. رقم 3 بيقول لي إذا كان قياس زاويتين في مثلث، إذا كان قياس زاويتين في مثلث، إذا كان قياس زاويتين في مثلث 35 و45 درجة، 35 درجة و45 درجة، كان المثلث نقط ألف ب ج د. إذا كان قياس زاويتين في مثلث 35 و45 درجة، كان المثلث حد الزوايا، قائم الزاوية، منفرج الزاوية، متساوي الأضلاع. طبعا انا شايف الاختيارات هنا فيها حاجه مميزه، انه بيقول حد الزوايا، يعني هيكونوا كلهم حادين. هنا قائم الزوايا، ما ينفعش يقول قائم الزوايا، ما ينفعش، لان ما فيش مثلث فيه الزوايا بتاعته كلها قوائم. منفرج الزاويه، ما قالش منفرج الزوايا، يبقى لان المثلث لا يكون فيه الا زاويه واحده منفرجه، ما ينفعش زاويتين منفرجتين. متساوي الاضلاع، الاجابه دي غلط خالص. فانا عندي هنا 35 و45، لما اجمع 35 زائد 45 الناتج بيطلع 80. 80 يبقى اكيد الزاويه الثالثه قياسها 100، لان 100 زائد 80 180، يبقى المثلث ده هيكون منفرج الزاويه، لازم يكون منفرج الزاويه لان الزاويه الثالثه قياسها 100 درجه. بيقول لي قياس الزاويه الخارجه عند اي راس من رؤوس مثلث متساوي الاضلاع، قياس الزاويه الخارجه عند أي رأس من رؤوس مثلث متساوي الأضلاع نقط ألف ب ج
د 60 120 150 60 درجة 120 درجة 150 درجة 30 درجة. أنا عندي المثلث المتساوي الأضلاع كده كلهم 60 60 60، لأن 60 و60 و60 180 درجة. الزاوية الخارجة اللي هي هتبقى كده امتداد دي هتبقى كام؟ أنا عندي دي كلها 180، دي 60، يبقى أكيد دي 120. الزاوية الخارجة عند أي رأس من رؤوس مثلث متساوي الأضلاع تساوي 120 درجة. رقم 5، إذا كان المثلث ألف ب ج فيه قياس زاوية ألف زائد قياس زاوية ب بيساوي 110 درجة، فإن قياس زاوية ج بيساوي نقط درجة. ألف ب ج د اللي هي الاختيارات 110 90 70 55، 110 90 70 55 درجة. هو أنا عندي مجموع 2 110، 110 هطرحها من 180 هيتبقى لي 70. أسئلة سهلة جدا. يبقى قياس الزاوية الثالثة اللي هي أ و ب وج، الثالثة اللي هي ج هتبقى الإجابة 70 درجة، الاختيار الثالث ج. هنكمل ونشوف بقية المثلث. أعطاني نظرية 2، نظرية 2 بتقول إيه؟ نظرية 2 دي مهمة جدا جدا جدا. الشعاع المرسوم من منتصف ضلع في مثلث، الشعاع المرسوم من منتصف ضلع في مثلث، الشعاع المرسوم من منتصف ضلع في مثلث موازيا أحد الضلعين الآخرين ينصف الضلع الثالث. ينصف الضلع الثالث، يعني إيه؟ أنا عندي مثلث كده هسميه مثلا لام ميم نون، بيقول لي الشعاع المرسوم من منتصف ضلع في المثلث، انا هختار ضلع من الاضلاع دي مثلا وليكن لام نون اهو، هرسم نقطة هنا في المنتصف ما بين ده وده، النقطة دي هسميها ه. الشعاع المرسوم من منتصف ضلع اهو، هرسم شعاع في مثلث موازيا احد الضلعين الاخرين اللي هو ده، موازيا ده او ده، انا هرسمه مثلا كده بيوازي ده، هيقطع نقطة، هيقطع لام ميم في نقطة واو، ده كده بيوازي ده، هذين ضلعين متوازيين. طيب هيعمل ايه؟ هينصف الضلع ايه؟ الثالث، يعني الحتة دي لام واو تساوي واو ميم، اقول له ايه؟ لام واو تساوي واو ميم، ده اللي بنستنتجه. يبقى الشعاع المرسوم من منتصف ضلع في مثلث موازيا احد الضلعين الاخرين ينصف الضلع الثالث. هقلب الورقه وارجع لكم. هناخد نتيجه على النظريه اللي فاتت، نتيجه على نظريه 2، النظريه اللي فاتت بتقول ايه النتيجه دي؟ القطعة المستقيمة المرسومة بين منتصفي ضلعين في المثلث توازي الضلع الثالث، القطعة المستقيمة المرسومة بين منتصفي ضلعين في مثلث توازي الضلع الثالث، يعني ايه؟ يعني أنا لو عندي مثلث كده اسمه سين صاد عين، هختار نقطة هنا في النص سين صاد هسميها ميم، وسين عين هختار نقطة تانية اسمها نون،
هوصل مين بنون؟ الحته دي بتساوي الحته دي، والحته دي بتساوي الحته دي، يعني س م بتساوي م ص، وس ن بتساوي ن ع، فإن م ن هيوازي ص ع. يبقى بيقول لك ايه؟ القطعه المستقيمه المرسومه اللي هي م ن بين منتصفي ضلع في مثلث توازي الضلع الثالث، يعني م ن يوازي ص ع، م ن قطعه مستقيمه يوازي ص ع قطعه مستقيمه. النتيجه دي نتيجه مهمه جدا طبعا. هناخد نظريه 3. نظريه 3 بتقول ايه؟ طول القطعه المستقيمه المرسومه بين منتصفي ضلعين في مثلث يساوي نصف طول الضلع الثالث. طول القطعه المستقيمه بين المرسومه بين منتصفي ضلعين في مثلث يساوي نصف طول الضلع الثالث. يعني ايه؟ بيقول لي طول القطعة المستقيمة، هناخد الرسمة اللي فاتت هي هي، مش هنرسم رسمة جديدة. طول القطعة المستقيمة المرسومة بين منتصفي ضلعين في مثلث اهي، اللي هي ميم نون. ميم نون يساوي نص طول الضلع الثالث اللي هو صاد عين، يساوي نص صاد عين. دي مهمة جدا على فكرة، نظرية 3 دي. طول القطعة المستقيمة المرسومة بين منتصفي ضلعين في مثلث يساوي نصف طول الضلع الثالث. كده خلصنا الايه؟ المثلث. هناخد شوية تمارين اختياري. أول تمرين بيقول لي ايه؟ إذا كان في الشكل المقابل د و ه منتصفي أ ب و أ ج على الترتيب، فإن د ه يساوي نقط سنتيمتر. فين الشكل؟ أهو. إذا كان في الشكل المقابل أ ب ج د و ه، أدي د ه وه منتصفي أ ب وأ ج على الترتيب، يعني الحتة دي بتساوي الحتة دي، والقطعة المستقيمة دي بتساوي القطعة المستقيمة دي. هوصل ده كده، وأعطاني هنا في الرسمة ب ج طوله 6 سنتي، عايز يجيب طول د ه، فإن د ه يساوي كام سنتي؟ أعطاني هنا اختيارات أ ب ج د. أول حاجة بيقول لي 3 سنتي، 4 سنتي، 12 سنتي، 8 سنتي. طبعا انا لسه كاتبها اهي، طول القطعه المستقيمه المرسومه بين منتصفي ضلعين في مثلث يساوي نص ده، دي طولها 6 يبقى دي طولها 3 سنتي. الاختيار الاول الف. هقلب الصفحه وارجع لكم دقيقه واحده. هناخد تمرين رقم 2. رسم لي رسمه هنا اهي، أ ب ج، وفي نقطة هنا في منتصف أ ب اسمها د، ونقطة هنا في منتصف اسمها ه، ووصل ده كده، وهنا في شرطتين وشرطتين، يعني القطعة المستقيمة دي بتساوي القطعة المستقيمة دي، وهنا في شرطة وشرطة، يعني القطعة المستقيمة دي تساوي القطعة المستقيمة دي في الطول. وبيقول لي في الشكل المقابل نقطتين فوق بعض، محيط المثلث أ ب ج يساوي 24 سنتي. محيط المثلث أ ب ج يساوي أ ب ج اللي هو الكبير 24 سنتيمتر، فإن محيط المثلث أ د ه يساوي نقط أ ب ج د. 12 سنتي، 48 سنتي، 8 سنتي، 36 سنتيمتر. هو بيقول لي محيط المثلث الكبير كله أ ب ج كله 24، يعني مجموع الضلع ده ومجموع الضلع ده ومجموع الضلع ده الثلاثة
بيساوي مع بعضهم 24، لكن كل واحد كام بالظبط ما اعرفش. فعايز يجيب محيط المثلث الصغير ده، انا هقول ايه بقى؟ انا عندي الف دال نص ده كله، والف ه نص ده كله، ودال ه بتساوي نص ده كله، يبقى المحيط المثلث الصغير بيساوي نصف محيط المثلث الكبير. المثلث الكبير 24، يبقى المثلث الصغير محيطه 12 سنتيمترا. طيب هناخد كمان تمرين، راسم رسمة هنا بيقول أهو، في نقطة هنا في المنتصف ونقطة هنا في المنتصف ونقطة هنا في المنتصف، وصل ده كده. س ص ع ل م ن، الحتة دي بتساوي دي، ودي بتساوي دي، ودي بتساوي دي، يعني لام وميم ونون منتصفات س ص وص ع وايه وس ع على الترتيب. بيقول لي إذا كان محيط المثلث في الشكل المقابل، إذا كان محيط المثلث لام ميم نون اللي هو الصغير، لام ميم نون يساوي 18 سنتيمتر، فإن محيط المثلث الكبير بقى اللي هو س ص ع، س ص ع يساوي نقط سنتيمتر. الاختيارات أ ب ج د، 9 سنتيمتر، 12 سنتيمتر، 36 سنتيمتر، 48 سنتيمتر. أنا عندي المثلث الصغير ده محيطه 18، يعني ده نص ده، طيب وده نص ده، وده نص ده، فلما يكون محيط المثلث الصغير كل أضلاعه أنصاف الأضلاع الكبيرة، يبقى محيط المثلث الصغير هيكون نص محيط المثلث الكبير. الصغير 18، يبقى الكبير هضربه في 2، 18 في 2 هيديني 36 سنتيمترا. هنشوف السؤال رقم 4، رسم هنا مثلث كده اسمه ألف ب ج، وفي النص هنا في نقطة دال، وهنا في نقطة واو، وهنا في نقطة ه، ووصل ده كده وده كده، ناتج عندي هنا ايه؟ متوازي أضلاع أهو، اسمه دال ه ج واو. القطعة المستقيمة دي بتساوي القطعة المستقيمة دي، ودي بتساوي دي، ودي بتساوي دي. فبيقول ايه؟ بيقول ب ج كله من اول هنا لحد هنا طوله 12 سنتيمتر، و ا ج كله من اول هنا لحد هنا كده طوله 10 سنتيمتر. اوجد محيط الشكل المتوازي الاضلاع الدال ه ج واو في الشكل المقابل، اوجد محيط الشكل د ه ج واو يساوي نقط سنتيمتر. الاختيارات أ ب ج د، الاختيارات بقى هنا هتكون كام؟ 12 سنتيمتر، 20 سنتيمتر، 22 سنتيمتر، 24 سنتيمتر. هنختار ازاي؟ انا عندي هنا طول الضلع ده، هو بيقول لي في الشكل المقابل اوجد محيط الشكل ده ليه ج واو ويساوي نقط، ب ج طوله 12، طيب يبقى ه واو ده لوحده كام؟ 6، وده الواو برضو بيساوي نص ب ج يبقى 6، طيب ده اللي ه هيساوي نص ده 5، ماشي، وواو ج هيساوي 5، يبقى محيط الشكل المتوازي الأضلاع بيساوي إيه؟ هنجمع 6 زائد 6 و5 زائد 5، 6 و6 12 و5 و5 10، 10 و12 22 سنتيمترا. يبقى محيط الشكل المتوازي الأضلاع د ه ج واو بيساوي 22 سنتيمترا. وكده خلصنا درس المثلث، إن شاء الله الدرس الجاي هناخد نظرية فيثاغورس، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.